السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم فرحان عطية قناة انجلش في العرب. ان شاء الله بإذن الله هنتكلم النهاردة درس جديد من دروس الاستخدامات اللغوية سد نوت. هنتكلم النهاردة عن chair person. chair person يعني رئيس الجلسة. هنتكلم الأول على chairman. can be used for both men and women. كلمة chairman تمشي مع الرجل and والمرأة. But many people ولكن كثير من الناس prefer to يفضل use استخدام chairperson or chair رئيس عموما. Especially if the sex of the person is not known. وبالأخص لو الجنس الشخص ده الجنس بتاعه مش معروف ذكر ولا أنثى. chair woman can be used if the person is a woman. درس صغير وبسيط، ان شاء الله باذن الله يكون نال اعجابكم. معكم كان معكم فرحان عطيه. ما تنسوش التعليق على الفيديو والاشتراك والاعجاب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.